برحب بحضراتكم في اخر فقره. وزي ما كنا كده بنقدم الفقره دي في بدايه الحلقه كنا بنتكلم ان في مزيج هنا رائع جدا بين الرياضه بين السياسه بين المراه وبين الشباب، حاجه جميله جدا ونموذج رائع. خلينا نرحب بالبطله ولا النائبه، بس على كل حال هاديه حسني لاعبه منتخب مصر لريشه الطائره والنائبه البرلمانيه عن دائره شرق الدلتا محافظه الشرقيه. صباح الخير سياده النائبه، بقى نقول كده منورانا ربنا يخليك. طب احنا فعلا دلوقتي في ورطه، يعني نخطط يا كابتن ولا سياده النائبه ولا هنمشي؟ بس يعني احنا عارفين خط سير الحوار هيمشي معاك. لا انا هاديه منوره الدنيا، هاديه سعداء بيكي وبانجازاتك. سهل جدا الواحد يستنتج ان انت انسانه طموحه، مش كده برضه؟ دي حقيقه. يعني وبتشتغلي على طموحك ده ازاي؟ تعالي نتعرف اكتر عليك. هو انا اي حاجه بحلم بيها يعني بجتهد عشان اوصل لها، حتى لو ما وصلتلهاش ببقى بكتفي ان انا بشرف المحاوله وان انا الطريق للوصول اليها حتى لو ما وصلتش ليها. فانا دايما كده في اي حاجه، حتى في الشغل في المذاكره في الرياضه في اي حاجه. انت ما شاء الله يعني لغايه اللحظه انت محققه انجازات مشرفه جدا، فانت لسه طموحك وقف عند المرحله دي ولا لسه في طموحات تانية؟ لا لسه بقى في حاجات للبلد بقى وللناشئين ان شاء الله. برافو ان شاء الله. بس في البدايه خلينا نقول ان انت تنضمي للجنه الرياضه بمجلس النواب، لان اعتقد هو ده يعني مكانك. يا رب. يعني انا طبعا نفسي، يعني هو اكيد كل حاجه الواحد هيتحط فيها هيخدم بلده يعني ايا كان. انا برضو ممكن يبقى حظي في حاجه مثلا للتعليم او للصحه اكيد هتعلم فيها. هي بتبقى تكليف يا هاديه ولا انت بتبدي رغبتك في الانضمام للجنه ما، ولا طبقا لخلفيتك بيتم تسكينك في احدى اللجان؟ هو اكيد طبقا للخلفيه، بس احنا بيبقى في رغبات، يعني بيبقى في رغبه اولى ورغبه ثانيه، والواحد بقى وحظه هيجي له في ايه يعني. ان شاء الله اتمنى ان هي تكون لجنه الشباب والرياضه، وبعدها برضو اتمنى ممكن التضامن الاجتماعي وذوي الاعاقه، يعني دي حاجات برضو بتخدم الرياضه. ملفات يعني مهمه. معاكي حق. طيب السؤال برضو علشان الناس تبقى عارفه، انت ما تمش تعيينك، انت انتخبتي تمام. صح كده؟ انا نزلت في القائمه الوطنيه من اجل مصر وعن شرق الدلتا محافظه الشرقيه، والحمد لله يعني ان احنا الانتخابات قدرنا. طالما تم انتخابك يبقى انت رشحتي نفسك، ايه اللي خلاكي تاخدي الخطوه دي؟ هو انا جالي الترشيح من تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. هي عباره عن يعني مجمعه احزاب كتيره قوي ومستقلين، فانا لما جالي الترشيح ان انا يعني اقدم ورقي وانزل ما ترددتش. انا رغم ان انا عملت الحكايه دي في 2015 بس انا ما نجحتش، كنت في قائمه التحالف الجمهوري، وساعتها قلت انا مش هكرر الموضوع ده تاني يعني. بس سبحان الله المره دي حتى اول ما قلت لبابايا شجعني جدا، مامتي ما كانتش موافقه تماما، هي خايفه عليا يعني، بس بابايا كان بيشجع الموضوع وقدمت بقى ورقي والحمد لله. يعني يا رب يقدرني بقى ان انا اقدر فعلا اخدم البلد يعني من الموضوع ده ان شاء الله.